In the figure below, the location A is at minus 0.8920 مع 0. The location B is at 1.130 مع 0 متر. Location C 2.39 مع 0.0 متر. كلهم على محور الـ X. The electric fields are given to be الـ E1 بدون 12 مع 15 مع 0، يعني في component في اتجاه الـ X، component في اتجاه الـ Y، ومفيش في الـ Z. والـ E2 minus 7 و 0 و 0، يعني بس في اتجاه الـ minus X. في الـ Part A بيقول لي what is the electric potential difference، يعني عايز دلتا V for a path from A to B، من الـ A للـ B. طبعا احنا عارفين electric field ماشي كده اتجاه الرأسي، مش مشكلة لان احنا عندنا A و B على اتجاه الـ X، بس عايزين ندرس في اتجاه الـ X. فالـ electric field دي كده، يبقى الـ potential B L الـ A أعلى من الـ B، وبالتالي من الـ A للـ B لازم يطلع رقم سالب. نطبق القانون الـ VAB minus E dot RAB، فـ-12 مع 15 مع 0، والـ RAB هي RB ناقص RA، RB ناقص RA، فـ 1.13 ناقص 0.892 يطلع الرقم ده. فلما اضرب 12 في الرقم ده، طبعا في إشارة سالب بره، يطلع minus 24.264 فولت. يبقى الفولت من الـ A للـ B قل بمقدار 24 فولت. بيقول for an electron moving along the path starting from A to B، the kinetic energy of the electron will be، الكينيتيك انرجي هتزيد ولا هتقل؟ دلوقتي الالكترون نقول او الالكتريك فيلد ماشي يمين، يبقى لو في عندنا بروتون يبقى هيجري يمين وسرعته هتزيد. لو في الكترون عايزينه يمشي، هو عايز يمشي يسار، ولكن هو بيقول لي الالكترون بيتحرك من الـ A للـ B، فده عكس رغبته. الالكترون عايز ينجذب للبوتنشال العالي، وبالتالي هو عايز يمشي كده، لان البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا كأن، فهو عايز يمشي كده. لكن دلوقتي هيمشي العكس، هيمشي العكس، يعني بيقرب للسالب، بيقرب للبوتنشال الأقل، وبالتالي البوتنشال هيزيد والكيناتيك هيقل. فهو اللي بيسألني، بيسألني على إيه؟ بيسألني على الكيناتيك إنرجي. لو كان بروتون، لو كان بيسألني على بروتون، يبقى الكيناتيك إنرجي هيزيد، يبقى رغبته إن هو يمشي مع الإلكتريك فيلد. لو كان إلكترون، إلكترون بيمشي عكس إتجاه الإلكتريك فيلد، فسرعته كده كده هتزيد، لكن هو يمشي كده، يبقى معنى كده كينيتيك انرجي هتقل، يبقى هنا هيكون ديكريزنج طالما سالني على الالكترون. لكن لو كان بروتون كنا قلنا انكريزنج. واحنا عارفين بالمعادلات ان الدلتا يو بتساوي كيو في دلتا في. طيب الدلتا في قلنا من الاي للبي سالبه والالكترون سالب، فالدلتا يو هتزيد، لان احنا هو سالب ورايح ناحيه السالب، رايح ناحيه الالكتريك بوتنشال اقل، فالبوتنشال هيزيد. ده على حساب مين؟ على حساب الكيناتيك انرجي. لكن لو كان بروتون كان هيبقى هنا موجب وهنا سالب، فالدلتا يو كانت هتقل، كان هيفقد بوتنشال، لان ماشي على هواء رايح ناحيه، بيهرب من الموجب رايح للسالب، فكان ساعتها البوتنشال يقل والكيناتيك يزيد. ففي حاله الكترون زي ما احنا شايفين البوتنشال، لو سالني هنا على البوتنشال، البوتنشال زاد في حاله الالكترون، البوتنشال زاد. ليه؟ لان مشي مع اتجاه الالكتريك فيلد عكس رغبته، والكيناتيك هيقل. هو بيسالني على الكيناتيك يبقى هيقل، لكن لو سالني على البوتنشال الالكترون اقول يزيد. لو كان هنا بروتون وسالني على البوتنشال، بروتون سالني على البوتنشال كان هيقل. وليه؟ لان موجب مع موجب وعايزين يتنافروا، فكان هيجري وكان هيقل. ومين اللي كان هيزيد؟ كان هيزيد الكيناتيك انرجي. لو كان بروتون كيناتيك انرجي يزيد والبوتنشال يقل. الكترون يبقى البوتنشال هو اللي هيزيد وكينيتيك انرجي هيقل. ليه؟ لان قلنا زي ما اتفقنا الالكترون كده عايز يروح ناحيه الموجب، لكن احنا نمشي العكس، وبالتالي الكينيتيك انرجي بتاعه هيقل. طبعا دايما الكينيتيك انرجي عكس البوتنشال انرجي. بيقول لي calculate the change of potential energy for a proton moving along path starting from B to A. المره دي عكس، هنا قال لي عايز التغير في البوتنشال انرجي مش في الكيناتيك، في البوتنشال.
والبروتون مش الكترون. moving along path starting from B رايح للإيه؟ الأول قبل المعادلات لو عندنا هنا بروتون، البروتون عايز يمشي يمين، هيمشي مع الاتجاه الالكتريك فيلد. لو مشيناه يسار غصب عنه يعني راح ناحية الموجب، البوتنشال يزيد والكينيتيك انرجي يقل. فهنا كالكليت ذا تشينج ان بوتنشال لازم يطلع موجب لأن ده بروتون، فكيو في دلتا في. طيب الكيو 1.6 في 10 أس سالب 19 ده شحنة البروتون. طب والفي وقال لي هنا من الـ A للـ B عكس، هنا قال لي من الـ B للـ A، هنا قال لي من الـ A للـ B، من الـ A للـ B سالب 24، يبقى من الـ B للـ A 24. فموجب فموجب بموجب، وزي ما اتفقنا لازم البوتنشال يطلع موجب. طالما بروتون ورايح ناحية الموجب، رايح ناحية البوتنشال العالي عكس رغبته، فالبوتنشال يزيد. لكن لو كان قال لي إلكترون، إلكترون عايز يروح للموجب، فساعتها البوتنشال يقل لكن سرعته كانت هتزيد. فلو سألني على إلكترون كان هنا يكون سالب، وده زي ما هو موجب، فهنا يطلع البوتنشال أقل، لكن ساعتها الكينيتيك هو اللي هيزيد. What is the electric potential difference for a path from B to C؟ طبعا واضح الإلكتريك فيلد كده، فالبوتنشال كده بيقل، ويقول لي عايز من البي للسي، البوتنشال كده ايه؟ بيقل ولا بيزيد؟ الالكتريك فيلد ماشي كده، فالبوتنشال كده عمال يقل، فبيقل بيقول لي من البي للسي، يبقى البوتنشال كده بيزيد، ما بيقوليش من السي للبي زي الالكتريك فيلد، بيقول لي من البي للسي، البوتنشال هنا اقل، البوتنشال هنا عالي، وبالتالي لازم يزيد. الدلتا بي سي بتساوي ماينس الاي دوت ار، الاي اهي ماينس 7 وصفر وصفر. طيب من ال هو بيقول لي من البي للسي، من البي للسي موجب اهو 1.26 اللي هو سي ناقص بي، فهنا سالب وسالب وموجب، فسالب في سالب موجب 7 في 1.26 ف 8.82 فولت. يعني البوتنشال من البي للسي واحنا رايحين كده يزيد، يزيد بالمقدار ده، يعني السي اعلى من البي، وفعلا الالكتريك فيلد ماشي كده. بيقول لي what is the electric potential difference for a path from A to C؟ المرة دي من الـ A للـ C، يعني من الـ A للـ B زائد من B للـ C. من الـ A للـ B حسبناها، من الـ A للـ B كانت ماينس 24، ومن الـ B للـ C 8.82، فنجمعهم مع بعض يطلع ماينس 15.44. بيقول لي what is the electric potential difference for a path from C to A؟ المرة دي العكس، من الـ C للـ A عكس من الـ A للـ C. احنا حسبنا من الـ A للـ C البوتنشال قل ماينس 15، من الـ C للـ A العكس، يبقى 15.44 فولت.